أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا لمحطة فاينل تيست 14، يلا بينا حبايبي وبدون مقدمات. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1. I left my friend a short on his answering machine على آلة الرد الآلي بتاعته. تمام، يبقى هناخد طبعا كلمة message، يعني message رسالة. خد بالك في الامتحان message ومساج الفرق بينهم حرف واحد، وانت بتحل يا حبيبي اقرا الاختيارات كويس جدا جدا مع التركيز عشان ما لخبطش بين اتنين واطلع بعد كده اندم. نمبر 2، she has a great ability، هي عندها قدرة عظيمة. for not confidence، confidence يعني ايه؟ الثقة. طب الصفة منها ايه يا حبيبي؟ يقول لي confident، الاخير هتي يا مستر، برافو عليكم. in people، تمام، المفروض طبعا she deals with، ده خطأ مطبعي لان هو بادئ بشي مش مهم، ما علينا. يبقى هنقول deals with يعني ايه؟ يتعامل مع. الفيرب deal with بمعنى يتعامل مع. يبقى هناخد مين بعد ما بصينا على الاجابات؟ افضل اجابه هنا inspiring، يعني inspire، فعل inspire بمعنى يلهم او يخلق او ينشئ. طبعا harvesting دي بمعنى يحصد، ما ينفعش طبعا. افضل اجابه مين يا حبايبي؟ هي عندها قدره عظيمه لخلق او انشاء او الهام، زي ما احنا بنقول الثقه في الناس اللي بتتعامل معهم. نمبر 3، the coach insists that، يعني insist، الله ينور على الواد الجامد، يقول له مستر insist بمعنى يصر على، برافو. insist that، ولو جه بعدها حرف جر يعني ما فيش ذات، كنا قلنا insist on، يصر على، بتساوي فيرب تاني اسمه persist in برضه بمعنى يصر على. all team must attend early morning practice، الله، كل اعضاء الفريق بناخد مين؟ members. وهتقول له مستر طب ايه الفرق بين members organs؟ اقول لك هخلي علي ان شاء الله يرد عليك. يلا يا علي. members يا مستر معناها اعضاء فريق، اعضاء اسره واحده، اعضاء في نادي، برافو عليك يا ولد. امال organs يا واد يا علي؟ لو قلت لي organs يعني ايه هقول لك يا دكتور علي، مش هقول لك يا واد بعد كده. حاضر. organs يا مستر بمعنى اعضاء في جسم الانسان، برافو عليك يا ولد. ولد ايه؟ برافو عليك يا دكتور، ما تزعلش مني يا دكتور، ممتاز. يبقى هناخد هنا مين طبعا؟ members. number 4، football can be a very game، some players can be badly injured. كرة القدم قد تكون a very adventurous، الله، adventurous game يعني ايه؟ adventurous بمعنى مغامر، صح كده؟ لها معنى تاني اسمه محفوف بالمخاطر، محفوف بالمخاطر يعني لعبة خطيرة. ليه؟ بعض اللعيبة ممكن يصابوا بشكل ايه؟ ها؟ بشكل سيء، badly injured. واحنا عندنا قاعدة، ايه قاعدة badly injured؟ يقول لي حال زائد تصريف ثالث يديني صفة. حال، فين الحال هنا؟ badly، التصريف الثالث injured، من الفعل injure يصيب، تمام، تديني صفة. زي ما اقول كده badly injured اهو قدامي اهي. genetically modified، معدل وراثيا. well done يعني بشكل حسن او بشكل جيد. well done، well done، تمام. well حال وdone التصريف الثالث، حلو قوي قوي. يلا بينا، يبقى لو لقينا كده ايه تصريف ثالث حط قبليه حال، وصلت يديني الاثنين صفه. يلا بينا. who is taking the dog while you are away، مين اللي بيعتني بالكلب بينما انت بالخارج؟ الله الله، يلا بينا بقى الراجع. تيك، تعال يا فعل تيك، عايزينك تكلمنا عن نفسك شويه. ده اسمه phrasal verb، يعني فعل يتبع بحرف جر، وحرف الجر ها كل حرف جر عن التاني يدي معنى مختلف، خد بالك طبعا لا يخلو من ايه، من امتحان لازم الحته دي. طيب يلا بينا. take part in، يشارك فيه. طب يا سناء، take care of، يعتني بيه يا مستر، ودي اللي هنختارها هنا، برافو عليك يا سناء، الله ينور عليك. طيب هبه، هبه تقول لي يا مستر take place بمعنى يحدث، ممتازه. حسناء، take turns يعني يا دكتوره حسناء، حسناء تقول لي take turns يا مستر بمعنى ياخد دوره، يقول لك ايه؟ we take turns to answer questions in class، يعني احنا بناخد دورنا عشان نحل، كل واحد بيحل سؤال في الفصل. وصلت يا شطار؟ وصلت يا مستر، برافو. ايه السكتش بتاع الملاحظات؟ ها شغال ولا فاضي؟ لا ان شاء الله شغال باذن الله. يلا نكمل. نمبر 6، the young man spent a night in the at the police station after damaging shop window، بعد ما دمر او اتلف باترينة محل. with his motorbike، دخل بالموتور بايك على الموتوسيكل بتاعه في الفاترينة، الحمد لله رب العالمين، يعني مش عارف والله الشارع كله فاضي، تمام. المهم احنا عايزين نقول قضى ليلة في الزنزانة او في الحبس، يبقى كلمة سيل. الله، سيل ايه؟ سيل يا ده سيل مش سيل بمعنى خلايا مستر، هنزعل من بعض. لا يا حبيبي، سيل معاها تاني معاني كتير جدا.
من اهمها زنزانه او سجن. يا خبر ابيض، معناها يا حبايبي زنزانه. طبعا الكلمات الاخرى كل يدعو او ينادي او مكالمه هاتفيه. جرم يعني مفرد جرثومه، مفرد جراثيم. جين مفرد جينز اللي هي الجينات. طيب يبقى الاجابه مين؟ طبعا سيل، بمعنى ايه هنا؟ مش بمعنى خليه بقى، المعنى الاصلي ليها خليه، ده هنا معناها زنزانه. Prices in the shops. الله، الأسعار في المحلات. During the last few years. أما تلاقي حبيبي the last few years. تمام. In the last two days. In the last two weeks. المهم يعني. هدول لما مثلا the last دي علامة من علامات زمن الماضي البسيط. أقول له ماشي، last لوحدها ماشي، لكن بقى in the last few years. During the last two years. Five years. ده علامة على المضارع التام. علامة على مين؟ على المضارع التام. يبقى هناخد مين طبعا؟ هناخد have risen. هناخد مين يا شباب؟ have risen، مش هناخد raised طبعا. وصلت؟ وهتقول لها مستر ليه ما خدناش have raised؟ اقول لك يا حبيبي، عارف الفرق بين rise و raise ايه؟ الفعل rise لتصريفات rise rose risen، ده بمعنى يرتفع، وده فعل لازم لا يتبع بمفعول، ما ينفعش احطه في المجهول، لازم يبقى معلوم، والجمله دي مبنيه للمعلوم مش مبنيه لايه؟ للمجهول. طب امال الفعل raise اللي موجود في التعبير دي اللي هو have raised؟ ريز بمعنى يرفع او يربي، ده فعل متعدي يتبع بمفعول، واحنا عايزين هنا طبعا الاسعار ارتفعت. ريز بمعنى يرفع مش يرتفع، لكن هنا يرتفع. وصلت؟ تمام. We all like our teacher of English. يا رب تكونوا بتحبوني زيه كده يا رب. تمام، كلنا بنحب مدرس الانجليزي بتاعنا. Because he treats، لانه بيعاملنا. treats يعني treats us، يعاملنا. خدنا الاسم منها treatment بمعنى علاج او معامله. تمام، دون عندك. ها حلو قوي، هاخد مين؟ هاخد in a friendly way. ليه يا مستر القاعده بتقول ايه؟ القاعده بتقول لو الصفه اخرها الواي زي friendly، ugly، fatherly، motherly، brotherly، sisterly. فهمتوا يا شطار؟ صفه اخرها الواي. تمام، ساعتها نعمل ايه؟ نجيب الحل منها ازاي؟ نحط قبلها in، وبعد الان بنحط او ان على حسب الصفه، بادئه بساكن او متحرك، وبعد كده way او manner. كلمه way او mean او manner، فتبقى القاعده إذا كانت الصفة منتهية بال واي نجيب منها الحال إزاي يا مستر؟ حبايبي قولوا يا مستر، بنضع قبل الصفة المنتهية بال واي إن، ثم أو أنا على حسب بدايتها، ثم كلمة وي أو مانر. وصلت؟ تمام. نمبر 9، مع مين؟ قلنا أهم الصفات فريندلي، أجلي، تمام يا شطار، فاذرلي، ماذرلي، سيسترلي، وهكذا. إتس كيرلس أوف حسن. الله، إتس صفة تمام أوف بعد كده مفعول، ثم تو الفعل في المصدر، تو الفعل في المصدر. يبقى القاعدة إتس صفة فاعل أو مفعول، ثم تو الفعل فين؟ في المصدر. خلصت؟ يبقى من الإهمال من حسن تو ميك ذا سيم ميستيكس أجين أند أجين، إنه بيقع في الخطأ مرات متتالية. مش غلط إن أنت تغلط، تمام مفيش مشكلة، لكن الغلط بقى ان انت تقع في نفس الخطا تاني. ده اللي بيزعلنا حتى احنا من الطلاب، ان الطالب بنشرح له وبندي له الاجابه هو اخطا فيها، مفيش مشكله حبيبي، كلنا كنا بنخطئ احنا ايه تلاميذ او طلبه، ولكن بقى الحاجه اللي بتزعل انت تقع في نفس الخطا تاني. لا، عايزين نركز. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث جميل قوي، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يعني ما ينفعش الواحد يحط ايده في جحر كان فيه مثلا تعبان فقرصوا التعبان فطلع ايده، يروح في بعدها بثلاث ساعات ولا تاني يوم او بعدها بشهر او باسبوع يحط ايه ايده تاني في نفس الجحر. ما ينفعش، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاه والسلام. Over the road is the head mistress. الله، ها هناك هنا كده اعلى الطريق او في اخر الطريق. هيد ميسترز او هير انا معلش هيد ميسترز لا هير دريسرز. هير دريسرز بمعنى ها هير دريسرز بمعنى كوافير، الكوافيره تمام اللي هي بتزوق البنات، ولا محل الكوافير؟ لا، محل الكوافير. احنا قلنا الوظيفه لو حطينا لها ابوستروفي اس جبنا منها المكان، جبنا منها مين؟ المكان. يبقى هير دريسر هنا مش فاعل عاقل، لا ده هير دريسر زي هنا مكان، يبقى ناخد مين طبعا؟ وير. طب بقى نفس القاعده على بوتشر. بوتشر يعني ايه؟ جزار. طب بوتشرز ابوستروف اس محل الجزاره. دكتور، دكتور طبيب. طب دكتورز العياده بتاعه الدكتور. فهمنا؟ يبقى لو لقينا وظيفه اخرها ابوستروف اس نختار وير لان ده مكان. وصلت؟ لكن طبعا مفيش ابوستروف اس، بناخد بقى هو او هما على حسب ظروف الجمله. يبقى هناك هنا كده في بدايه الطريق، تمام، ده الكوافير. I usually have my hair cut، اللي بزين فيه مين؟ شعري، او زي ما بقولوا كده بقص فيه شعري. Number 11، the number of cars on the roads، أعداد السيارات. خد بالك من the number of، ليها قاعدة هنقولها دلوقتي.
the number of cars on the roads year after year. يعني year after year يعني سنة بعد سنة. تمام، يبقى هناخد مين؟ هناخد races. الله، races ليه؟ يعني أعداد السيارات على الطرق بتتزايد سنة بعد سنة. أقول لحضرتك ليه. صلى على رسول الله، قولوا صلى الله عليه وسلم. ايه قاعدة the number of وقاعدة a number of؟ يقول لك the number of يجي بعدها اسم جمع اللي هو كلمة cars هنا، ثم فعل مفرد. ثم فعل ايه؟ مفرد. طب فين الفعل المفرد اللي موجود هنا؟ عندنا مين؟ عندنا is risen، وعندنا has been risen، وعندنا rises، وعندنا have. طبعا have risen هتستبعد لان ده فعل جمع have. اتفضل عندي is risen و has been risen و ايه و rises. is risen مجهول، تمام، واصلا يا حبايب قلبي is risen غلط خالص لان الفعل rise لا يبنى للمجهول لانه فعل لازم قلناها من شويه. عندنا has been risen نفس الحدوته ما تنفعنيش. اتفضل عندي مين؟ rises، لان الجمله هنا فاعل، الرودز فاعل الجمله. بنقول ايه بقى شطار؟ اعداد السيارات على الطرق بتزداد، فاعل مش مفعول، يبقى ناخد طبعا rises. القاعده بتقول ايه تاني؟ the number of cars، the number of تتبع باسم جمع ثم فعل مفرد. طيب دولنا ديت. طب القاعده الثانيه بقى a number of، مش ده a number of، اسم جمع فعل جمع. a number of اسم جمع فعل جمع، وصلت ولا ايه؟ لكن the number of، the number of اسم جمع فعل مفرد. وصلت ولا اقول كمان مره؟ وصلت الحمد لله. يا الله بينا يا باشا، قاعده مهمه جدا. يبقى هناخد rises. she is bored as she، هي بتشعر بالملل لانها مش متعوده على الجلوس في المنزل طول اليوم. تمام يا شطار، يبقى هناخد مين طبعا؟ she isn't used to staying، لانها مش متعوده تبقى في المنزل او تظل في المنزل او تقيم في المنزل طول اليوم. يبقى هناخد مين؟ isn't used to staying. وصلت؟ ايه الفرق بين used to و am or are او get او become used to اسم او فيرب ing؟ طبعا am or are used to فيرب ing عاده مستمره، قد تكون بالاثبات او بالنفي، لكن used to الفعل في المصدر عاده انتهت في الماضي. المعنى هنا عايز مين؟ isn't used to staying، مش متعوده تقعد في البيت طول اليوم. number 13 my leg was hurting، رجلي كانت بتؤلمني. I could not walk. الله، مش في could او can، يبقى ناخد مين؟ hardly، يعني انا بالكاد او بصعوبة كنت استطيع المشي. طبعا شرحناها كتير، قلنا الفرق بين هارد وهارد. ارجع للفيديوهات السابقة شرحت الكلام ده باستفاضة. والله يا حبايبي ما تفوتوش بقى فيديو ان شاء الله في قوائم تشغيل اولى سنة، وفي قائمتين للتشغيل ادخل عليهم احسن مراجعة، وانتظروا كمان ربنا ييسر الامر اعمل لكم مراجعة جميلة جدا ليلة الامتحان باذن الله تعالى وانزلها بدري. وين اي لاست سو احمد، عندما اخر مرة شفت فيها احمد، هي نقط تو فايند ا جوب، حاول ولا كان بيحاول؟ كان بيحاول. وين ماضي بسيط، ماضي مستمر، خصوصا ان الفعل تراي فعل طويل المده الزمنيه بنحطه في الاستمرار. يبقى وين اي لاست سو احمد، اما شفت احمد لاخر مره كان بيحاول يحصل على وظيفه. وصلت يا شباب؟ وين ماضي بسيط، ماضي مستمر. طيب she used to travel a lot، يعني هي اعتادت ان تسافر كثيرا. but she doesn't do this، doesn't do ده ايه ده؟ مضارع بسيط منفي، صح ولا انا غلطان؟ ولكنها لا تفعل ذلك anymore. any ايه؟ ايه قاعده any more و any longer؟ any ايه؟ any more و any longer و no longer، يلا نقولها مع بعض. any more و any longer الاثنين بيساووا بعض، يجوا في اخر الجمله بمعنى بعد الان. بعد الآن يجي قبليهم مضارع بسيط منفي، ودايما يجوا في آخر الجملة، ده any more و any longer. يبقى مضارع بسيط منفي في آخر الجملة any more و any longer، ودول بيساوي used to الفعل فين؟ في المصدر. طب قاعدة no longer يا مستر؟ لا، no longer بقى بتيجي في نص الكلام، طبعا قبلها فاعل، يبقى فاعل no longer ثم مضارع بسيط مثبت، مضارع بسيط مثبت بمعنى لم يعد، بمعنى لم يعد. اكتب يا كبير كمان مرة عشان حبايبي، وعشان هتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان اقول تاني وتالت ورابع، صلوا على النبي بس انا اقول لكم 10 مرات صلى الله عليه وسلم. يبقى الفرق بين اني مور واني لونجر من جهه ونو لونجر من جهه. اني مور واني لونجر بمعنى بعد الان، بيجوا في اخر الجمله، قبليهم مضارع بسيط منفي، وبيساوي مين؟ يوز دي تو الفعل في المصدر، بمعنى ايه؟ العاده انتهت خلاص، لم اعد افعلها. طب no longer يجي قبلها فاعل وبعديها مضارع بسيط مثبت، ليه يا باشا؟ لان هي اصلا نو نفي، فنحط بعدها مضارع بسيط مثبت وتيجي في نص الكلام، دلاله برضو على used to والمصدر بتسويها، بمعنى العاده انتهت. يا رب يكون وصلت بفضل الرحمن. يلا بينا نمبر 16 والاخيره. you are out of breath، ايه يا ابن ملك يخرب بيتك نفسك مقطوع ليه؟ out of breath يعني نفسك مقطوع، breath معناها نفس، breathe الاخيره هي بمعنى يتنفس. طب breathing يا سناء،
ثانية تقول لي breathing معنى التنفس، برافو. have you thoughts؟ طيب سبب حدوث، سبب او مبرر حدوث شيء في الحاضر، شايفين ار اهي، تمام، ده مضارع ودي نتيجة، النتيجة ان الراجل نفسه مقطوع مش قادر ياخد نفس، ودي نتيجة. طب السبب نحطه في زمن ايه؟ المضارع التام المستمر، يبقى have you been running. مين يفكرني بتكوين زمن المضارع التام المستمر؟ حبايبي لو مستر بيتكون من have او has been ثم فيرب اي ان جي، اهم استخداماته يعبر عن سبب او مبرر حدوث شيء في الحاضر. وصلت؟ خلصت، يلا بينا نروح للترانزليشن. بس قبل ما نروح للترانزليشن يلا التمن، ندفع التمن يا شطار. عارفين التمن ايه؟ صلى الله عليه وسلم، نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. 25 translate into Arabic. يلا Egypt has achieved great progress. يلا كده احنا عايزين معلومات تزيد. ها يلا. Egypt has achieved great progress in the field of communications. Modern mobile telephone networks have covered the old cities and villages. تمام. يبقى هنقول حققت مصر تقدما كبيرا في مجال الاتصالات، فلقد غطت شبكات الهاتف المحمول الحديثة جميع المدن والقرى. يلا نطلع بأهم الكلمات، تمام، اللي ممكن تفهمنا. achieve بمعنى ينجز او يحقق. ليه مستر خدت حطيت هنا زمن المضارع التام؟ اقول لحضرتك لان في مين، ها، لقد او حققت، فالافضل نحط مين؟ طبعا مضارع تام. طبعا عملها achieve دي صح، ولكن وجود لقد وما فيش كلمه بتدل على ماضي يبقى على طول مضارع تام، هذا وهذا التصريف الساس. عايز اقول تقدما عظيما يبقى great progress. واحد يقول مستر انا عملت بدل achieved made has made، برافو عليك، ما هو الاصل make progress يحقق تقدم او achieve progress، كلاهما صحيح، يبقى اما achieved progress واما made progress. in the field of، احفظ التعبير على بعضه، يعني in the field of يعني في مجال، احفظ التعبير على بعضه كده. in the field of عايز تقول في مجال كذا او في مجالات كذا، in the field of او in the fields of، تمام، حلو قوي قوي قوي. اكتب يا باشا سكتش ماي ديكشنري معاك ولا ايه؟ تمام. الاتصالات اللي هي كوميونيكيشنز، الاسم منها ايه؟ يا ابو علي، يا حسن، حسن يقول لي يا مستر الاسم منها الاسم الفعل منها، قصدي الفعل منها كوميونيكيت ويز، يعني يتواصل مع، برافو عليك يا ولد. طب يلا بينا نكمل. مودرن موبايل تليفون نتوركس، نتوركس هبه يا دكتور هبه، تقول لي يا مستر نتوركس يعني شبكات، هاف كفرد يعني غطت وما زالت تغطي، عشان كده بستخدم زمن المضارع التام، فعل حدث في الماضي ولسه مستمر في الحاضر. اول سيتيز اند فيليجز، يبقى حققت مصر تقدما كبيرا في مجال الاتصالات، فلقد غطت شبكات الهاتف المحمول الحديثه جميع المدن والقرى، تمام. واحنا قلنا لو كلمه صعبه بخمم من خلال السياق، المهم ترجمه معنى مش ترجمه حرفيه، والناس اللي معتمده على جوجل ان يترجم لها في الامتحان يا حبايبي اعتقد انهم ابطلوا جوجل في المدارس، مش هتعرف تفتح من على التابلت بتاعك حاجه، اعتمد على الله ثم على مجهودك ومذاكرتك واجتهادك، ربنا مش هيضيع مجهودك. وصلت؟ تمام. ترانزليت انتو انجلش، رغم فوائدها الكثيره فان مواقع، تمام، فان مواقع التواصل الاجتماعيه احيانا تتسبب في نشر الشائعات وخلق الفوضى في المجتمع، لذا يحذر الخبراء منها، تمام، تمام، منها او من الاستخدام السيء لها، من الاستخدام السيء لها. الناس معايا مش معايا؟ تمام. طبعا يا حبيب قلبي الترجمه ديت مهمه لحاجتين، هي ترجمه مهمه اصلا بتيجي كتير قوي في الامتحانات، ونمره اتنين ممكن استخدمها كافكار لو جالي المقال عن مواقع التواصل الاجتماعي بروز اند كونز، يعني مميزات وعيوب، فخد بالك من الترجمه دي مهمه قوي قوي. يلا بينا. يبقى نقول despite its many benefits، despite يعني بالرغم من، بتساوي ان despite of، الاثنين معناهم بالرغم من او على الرغم من، ويجي بعديهم ايه؟ اسم او فيرب اي ان جي، عشان كده قلنا despite its many benefits، و its من غير الابوستروف، شرحتها طبعا الفرق بين its من غير ابوستروف و its ابوستروف اس، ارجع للفيديوهات، ما بحبش اكرر كتير بقى، بحاول ايه؟ انجز اللي انا شرحته باستفاضه قدام، بحاول اقوله على السريع عشان ما نضيعش وقت ونقدر نحل كل الامتحانات. benefits يعني ايه؟ حبيبي يقول يا مستر فوائد، برافو. سوشيال نتوركينج سايتس، اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي، احفظ وحط في ماي ايه ديكشنري واحفظ على طول، تمام. sometimes يعني احيانا، كوز يعني كوز، تسبب او سبب، از بريدنج جرامرز يعني از بريد بمعنى ينشر، بس ينشر ايه؟ ينشر زي ما قول هنا شائعات، ينشر امراض الى اخره، لكن ببلش ينشر صحف مجلات قصص، مش عايزين ايه نلخبط بين الاثنين. is breeding rumors يعني rumors حبايبي يقولوا لي شائعات، احفظ الكلمه دي مهمه قوي. and creating chaos يعني ايه chaos؟ يعني الفوضى، chaos يعني الفوضى، بتساوي كلمه mess اللي هي m e s s، اما احط قبلها a يبقى creating a mess او chaos،
يعني الفوضى، ان سوسايتي في المجتمع، سو اكسبيرتس اللي هم الخبراء، وورن يعني وورن يحذر، اجينست ميس يوزنج يعني ميس يوزنج اللي مشدود تحتها خط ديت يعني يسيء استخدام، ميس يوز ووتر يعني يسيء استخدام المياه او يهدر المياه، ميس يوز تكنولوجي يسيء استخدام التكنولوجيا الى اخره، ميس يوزنج ذمه يبقى على بعضها ديسبايت اتس ميني بينيفيتس. سوشيال نتوركينج سايتس sometimes it causes breeding rumors and creating chaos in society, so experts warn against misusing them. وإلى هنا يكون انتهينا من حل الامتحان الرابع عشر. هذا وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وما تنسوش تدعموا قناتكم يا حبايبي، والله دي قناتكم مش قناتي، أنا عايز 500 لايك على الأقل أو أكتر، عايزين نوصل ونشير الفيديوهات دي لكل الناس اللي بنحبهم العزاز علينا عشان ناخد أجر ها الصدقة الجارية إن شاء الله كلنا بإذن الله تعالى، تمام؟ ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو، واللي ما اشتركش يشترك إن شاء الله عشان توصلوا كل المراجعات والدروس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.